بس يميني ويساري بيني وبينه ما حد وقف أمامنا، لكنهم ناس على يميني وناس على يساري. فواحد طلع أمامي قال هذا هو اللي دور عليه. فلفت له قال لي أنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت له أنت الرسول؟ قال نعم. يا شيخ أقدر أكمل؟ كمل، في كلام كبير ما أقدر أقوله يا شيخ. أصلا واضح رأيك الحياة حتى لو ما كملت، بس صدقني ما اقدر اكمل لان في تكمل. انا عارف ما تقدر تكمل وانا عارف الرؤيه كلها اصلا الاولى والثانيه والثالثه، انا عارف ايش وضعها وايش قصتها. كم عمرك انا هي؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة التقويم وإعادة التأويل. في الحلقة الماضية في قناة الأولى، قناة المعبر المغربي محمد مجاهد، عبرت رؤيتي لشخص تقصى ثلاث رؤى على معبر سعودي وبقيت الرؤية الثالثة، وهي المهمة تحمل بين طياتها قرائن حساسة، وهناك قرائن أخرى لم يستطع حتى الرائي البوح بها، لكن عرفتها لأن بداية القصيدة فيها أسرار كل شيء. يقول الرائي في الرؤية الثالثة وباللهجة الخليجية: قبل أسبوعين أو أسبوع حلمت أني دخلت الحرم، والحرم كان على الهيئة القديمة، البيوت القديمة، والكعبة شكل الكعبة القديم، والناس لباسهم القديم، لم يكن زحام، كان الناس رايحة جاية يمين يسار عادي، وأنا كان اتجاهي للكعبة. وفي نيتي وأنا داخل الحرم رمل، كان كله رمل في نيتي، أنا رايح لشخص بس مش عارف من هو. وقبل أن أصل للحرم أو الكعبة شفت واحد يطالعني من بعيد، لين ما قربت بيني وبينه مترين أو ثلاثة، وقفت ويطالعني من بعيد، لين ما وصلت عنده كانت عيونه سوداء وشعره أسود ولحيته سوداء، وكان لبسه لبس عادي. فوقفت الناس عن يميني وعن يساري، بيني وبينه ما حد وقف أمامنا، لكنهم ناس على اليمين وناس على يساري. واحد طلع أمامي قال هذا هو اللي تدور عليه. فالتفت له قال لي أنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت له أنت الرسول؟ قال نعم. وهنا توقف الرائي عن قص رؤياه وقال للشيخ في كلام كبير ما أقدر أقوله، يا شيخ أصلا صدقني ما أقدر أكمل. نعم، وكما قلت بداية القصيدة فيها أسرار كل شيء. سأعبر هذه الرؤيا إن شاء الله تعالى، لكن حبذا لو استمعنا لنصوص الرؤى الثلاث بلسان الرأي، وبعدها أعطي مختصر تأويل الرؤيا الأولى والثانية لمن لم يشاهد الحلقة في قناة الأولى، ثم أختم بتأويل هذه الرؤيا الثالثة. الرؤى الأولى قبل سنتين حلمت رأيت الكعبة، كنت أنا أحب أدخل الحرم من الصحن الأبيض، عرفت الصحن الأبيض وين فندق رواسي غزة، أدخل من هناك. رأيتني دخلت، أول ما وصلت قريب بوابة الحرم أسمع الأرض تنشق خلفي والناس كلها تدخل في الحفرة هذه، وركضت والناس تركض معي، وطلعنا الطابق اللي فوق، ولفت للصحن ولفت للحفرة، شفت الشمس تطلع في كبد السماء، حرقت الناس كلها. هذا الرؤية الأولى. متى شفتها؟ قبل سنتين؟ في رمضان. نعم. طيب، والحلم الثاني قبل سنة في رمضان نفس الشيء، حلمت أني أدخل الحرم بعصا، وتعرف الزحام في الحرم، ونفس الباب، أول ما وصلت الباب جدار الحرم، مش جدار الكعبة، جدار الحرم قبل الصحن، أضرب بالعصا الناس تفتح لي طريق، وصوت العصا كان الناس كلها تسمع، أضرب بالعصا والناس تفتح لي، ناس مشوا معي وناس نفروا مني، ليه ما وصلت عند جدار الكعبة. أول ما وصلت عند جدار الكعبة طلعوني فوق الكعبة، يوم طلعت فوق رأس الحرم الكعبة، لفت وراي شفت ناس كثير راحوا وناس كثير ضلوا تحت عندي. الرؤية الثالثة قبل أسبوعين أو أسبوع، حلمت أني دخلت الحرم، والحرم كان على الهيئة القديمة، البيوت القديمة والكعبة شكل الكعبة القديم والناس لبسهم القديم، كان في مش زحام، كان ناس رايحة جاية يمين يسار عادي يعني، وأنا كان اتجاهي للكعبة.
وفي نيتي في نيتي وانا داخل الحرم رمل كان كله رمل في نيتي انا رايح لشخص انا رايح لشخص بس مش عارف من هو. قبل اوصل الحرم او الكعبه شفت واحد يطالعني من بعيد لما قربت بيني وبينه مترين او ثلاثه وقفت ويطالعني من بعيد لما وصلت عنده. كانت عيونه سوده وشعره اسود لحيته سوده وكان لبسه لبس عادي. فوقفوا الناس يمين ويساري بيني وبينه ما حد وقف امامنا لكن هم ناس على يميني وناس على يساري. فواحد طلع امامي قال هذا هو اللي يدور عليه. فلفت له قال لي انا الرسول عليه الصلاه والسلام. قلت له انت الرسول؟ قال نعم. يا شيخ اقدر اكمل؟ كمل في كلام كبير ما اقدر اقوله يا شيخ اصلا واضح رايك كل هيا حتى لو ما كملت بس صدقني ما اقدر اكمل لان في تكمل انا عارف ما تقدر تكمل وانا عارف الرؤيه كلها اصلا الاولى والثانيه والثالثه انا عارف ايش وضعها وايش قصتها. كم عمرك انت؟ 33. متزوج؟ الحمد لله. بس خليني اكمل عشان ما تفهمني غلط. لا انا فاهمك والله بس ما اقدر اكمل. مشكله ما اقدر اكمل مش فيني انا يعني مو شيء فيني انا عارف مو شيء فيك. انا عارف ان الرؤيه فيها اشياء حساسه شوي. اي والله ودي اقول لك اياها على الخاص ودي اتصل بك. انا بضيفك خاص لك بتكلم معك امام الناس لانه ضروري يعرفون الناس ان الموضوع شو الموضوع لانه الرؤيه هذه حساسه شوي. ما اقدر اكمل. لا لا كم تبغاني ارد عليك الحين؟ وديت عليك. لا لا ترد لا ترد. أحبابي الكرام الرؤية الأولى قديمة يقول الرائي كانت قبل سنتين بمعنى في 2022 والرؤية فيها قرينة مهمة وهي اسم غزة. الرائي يقول أحببت الدخول إلى الحرم من الصحن الأبيض من فندق رواسي غزة وانشقاق الأرض في الحرم معناه دمار في غزة وتشريد وتقتيل فكل ما يصيب أهل فلسطين يصيب أهل مكة. قال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي السنة الموالية من تاريخ الرؤية أي في 7 أكتوبر 2023 بدأ الطوفان أي طوفان الأقصى وأعقبه دمار في غزة وحرق وتشريد. وأما الشمس التي طلعت في كبد السماء في الرؤية الأولى وأحرقت الناس هي الشمس التي أحرقت الناس الآن في الحرم المكي أيام العيد وراح فيها أكثر من 1000 حاج وحاجة. وهذه الرؤية أراها تحققت والله أعلم. وأنتقل إلى وأنتقل لتقديم مختصر للرؤية الثانية. الرؤية الثانية أحبابي الكرام منذرة في حق الرائي وفيها 5 قرائن. قلت الرؤية منذرة لأن الرائي يحدث نفسه بأمر عظيم ربما يعتقد في نفسه المهدوية أو شيء من هذا القبيل. نعم القرينة الأولى الرائي يدخل إلى الحرم وبيده عصا. القرينة الثانية الرائي يضرب بالعصا والناس تفتح له الطريق. القرينة الثالثة ناس ذهبوا مع الرائي وآخرون نفروا منه. القرينة الرابعة الرائي يصعد فوق الكعبة. القرينة الخامسة الرائي ينظر من أعلى الكعبة فوجد أن ناس بقوا معه وآخرون ذهبوا. بخصوص القرينة الأولى الرائي يدخل إلى الحرم وبيده عصا. العصا رمز لرجل قوي. مدام أن الرائي يحمل عصا في الحرم معناه أن رجل قريب من الرائي رجل قوي يشير على الرائي بأمور غريبة. والعصا من خشب تدل على النفاق. إن كانت هذه العصا من خشب ربما دل على هذا المعنى. إن كانت من مادة أخرى دلت على أمر آخر. عموما العصا تدل على النصرة والعزة والتمكين ما لم تكن من خشب. القرينة الثانية الرائي يضرب بالعصا والناس تفتح له الطريق. الضرب بالعصا على الأرض معناه الكلام في موضوع الخطيب. أحبابي الكرام حينما يريد أن يخطب في الناس دائما تراه ينقر العصا على الأرض من أجل التنبيه. وهو ما قلته الآن ضرب بالعصا معناه الكلام في موضوع كبير جدا وربما يحدث الناس بأمر المهدوية أو أمر آخر لا يجوز
هذا هو معنى الدق. القرينة الثالثة: ناس ذهبوا مع الرأي وآخرون نفروا منه، معناه أن جماعة من الناس ستصدقه وآخرون سيكذبونه. وفي القرينة الرابعة: الرأي يطلع فوق الكعبة، وقلنا الصعود فوق الكعبة تدل على البدعة، تدل على الاضطراب النفسي، تدل على الخلل في الدين أو العقيدة، وربما ارتكاب الذنوب. بعض الإخوة حينما أولت هذه الرؤية في قناة الأولى، قناة المعبر المغربي محمد مجاهد، قال بعض الإخوة يعني الصعود فوق الكعبة لا يدل على ما قلته الآن، محتجا بقصة بلال الصحابي الجليل بلال بن رباح حينما أمره الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق الكعبة ليؤذن. هذه الأحباب الكرام، هذه حالة خاصة وليست دليل على جواز الصعود فوق الكعبة. حكمة الحبيب المصطفى من هذا الأمر هو الإعلان عن زوال الظلم والشرك والجاهلية، وإدانا بدخول عهد الأنوار والإسلام. واختار بلال لأنه كان عبدا مظلوما، وأمره بالصعود فوق الكعبة لأن حرمة الإنسان المسلم أعظم من حرمة الكعبة. لذلك المسلمون عبر التاريخ لم نجد فيهم من صعد فوق الكعبة، إضافة إلى أن هناك إجماع لدى المفسرين قديما وحديثا على أن الصعود فوق الكعبة دون حاجة معناه بدعة وخلل في الدين. وأما القرينة الخامسة: الرأي ينظر من أعلى الكعبة فوجد أن ناس بقوا معه وآخرون ذهبوا، معناه أن الرأي يمكن أن يذهب بعيدا فيما يعتقده بمعنى أمر المهدوية وغير ذلك، لكن أمره سينقسم فيه الناس، فهناك من سيصدقه وهناك من يكذبه. كان هذا تأويل الرؤية الثانية. وننتقل إلى الرؤية الثالثة. الرؤية الثالثة صادقة لوجود الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والرؤية حق، وكل رؤية حق هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وفيها 6 قرائن. القرينة الأولى: ما معنى الحرم على الهيئة القديمة؟ وجود بيوت قديمة، الكعبة قديمة، لباس الناس قديم، الحرم كان كله رمل، ما معنى هذا المشهد؟ القرينة الثانية: ما معنى قول الرائي رأيت رجل ينظر إلي من بعيد فوقفت بيني وبينه على مسافة 2 أو 3؟ والقرينة الثالثة: ما معنى قول الرأي وهو يصف ذاك الرجل الذي كان ينظر إليه يقول كانت عيونه سوداء وشعره أسود ولباسه لباس عادي؟ والقرينة الرابعة: ما معنى قول الرأي وقف الناس عن يميني وعن يساري بيني وبينه، يقصد ذاك الرجل الذي كان ينظر إليه ويقول ولم يقف أحد أمامي، ما معنى هذا الكلام؟ ثم القرينة الخامسة: ما معنى قول الرأي رجل خرج من الجمع ووقف أمامي وقال لي هذا الذي تبحث عنه، أي الرجل الذي كان ينظر إليك من بعيد. ثم القرينة الأخيرة، القرينة السادسة: الرجل الذي خرج أمام الرأي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأبدأ إن شاء الله تعالى تأويل القرينة الأولى: الحرم على الهيئة القديمة، البيوت قديمة، الكعبة قديمة، لباس الناس قديم، الحرم كان كله رمل. نعم، مشهد قديم. هذا المشهد القديم في الرؤيا له معنى واحد، وهو أن الأمة ستعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ستعود إلى ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة منذ أكثر من 1400 سنة. معناها العودة إلى الكتاب والسنة بشكل صحيح. المشهد القديم معناه الرجوع بالزمن إلى الوراء، حيث نشاهد الرمال والبيوت القديمة واللباس القديم عوض العمارات وناطحات السحاب والرخام والحياة التكنولوجية. نعم، المعنى واحد، وهو أن الأمة ستعود إلى الوراء لتقتدي بالنبي والصحابة وتتمسك بالسنة الصحيحة والنهج الصحيح. وهذا الأمر
لا يكون إلا على يد المهدي الفاطمي، وأي معبر يقول إن الكعبة ستدمر وتخرب وتذهب التكنولوجيا لنعيش الحياة القديمة فهو مخطئ. وقد سمعت هذا الكلام من بعض المتطفلين على علم التأويل. أنتقل إلى القرينة الثانية. الرأي يقول: رأيت رجل ينظر إلي من بعيد، فوقفت بيني وبينه على مسافة مترين أو ثلاثة. هذا الرجل أحبابي كرام هو المهدي الذي كان يطالع في الرأي. نعم، هو المهدي الفاطمي الذي سيخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وفي القرينة الثالثة، الرأي يصف هذا الرجل يقول: كانت عيونه سوداء وشعره أسود ولباسه لباس عادي. اللون الأسود أحبابي كرام سواء في العيون أو الشعر أو اللحية له معنى العودة زمنيا إلى الوراء، يا إما من خلال الإصلاح إصلاح المهدي، أو رمز في الرؤية يدل على العهد الجديد وإحياء سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة كما كانت في السابق. وأكبر دليل اللباس القديم لهذا الشخص المهدي يلبس لباس قديم، واللباس القديم يدل على العودة للأصل. فلا يعقل أن يكون المهدي الآن حي يرزق، لا يعقل أن يكون المهدي الآن موجود ويلبس اللباس القديم، فالرؤى فيها رموز ومعاني. وفي القرينة الرابعة يقول الرائي: وقف الناس عن يميني وعن يساري بيني وبينه، يقصد ذاك الرجل الذي كان يطالع فيه أو المهدي، ولم يقف أحد أمامي. نعم، الناس الذين وقفوا عن يمين الرأي هم الذين صدقوه في توهم أمر المهدية، والناس الموجودين على اليسار هم الذين كذبوه ونفروا منه. وهذا الأمر عرفناه من خلال تأويل الرؤية الثانية، وكون لا أحد وقف أمامه بمعنى لا أحد عارضه فيما يعتقده ويؤمن به. وحينما ننتقل إلى القرينة الخامسة، يقول: رجل خرج من الجامع ووقف أمامي وقال لي: هذا الذي تبحث عنه، أي الرجل الذي كان ينظر إليك من بعيد. نعم، في هذه القرينة سنرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سيخرج ليزيل فكرة المهدوية من مخيلة الرجل، ويقول: هذا الرجل الذي تبحث عنه إنه المهدي الفاطمي، كان يبحث عنه أولا في داخله من خلال الأوصاف الموجودة عنده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن المهدي هو ذاك الرجل الذي كان ينظر إليك. والرؤيا تصحح عقيدة الرأي في أمر المهدوية. ولعل صعوده للكعبة في الرؤية الثانية لدليل على خطأ قام به الرأي في هذا الأمر. إذن التأويل واضح، والرؤية الثالثة تصحح الرؤية الثانية. والقرينة السادسة، هذا الرجل الذي خرج أمام الرأي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الذي خرج ليصحح عقيدة هذا الرجل في أمر المهدوية. والقرينة السادسة هي التي تعطي صحة الرؤيا، فكل رؤيا فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموجود بمواصفاته المذكورة في السنة هي رؤيا حق. نعم، الموضوع في قمة الحساسية، وهنا كلام آخر يخفيه الرأي لكن تم كشفه. نعم، الآن الأمر واضح وضوح الشمس. كان هذا هو تأويل الرؤية الثالثة. وصلت إلى نهاية الحلقة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.